بنحتفل ان احنا بيكون العيلة مجموعة، وكلنا طبعا بناكل بيض رنجة كده. الجو حلو جدا، واحنا هنا في جنينة الاسماك ومبسوطين جدا، وجاي انا وجيراني واولادي وكده يعني مع بعضين. لا اكلنا فسيخ وكلنا رنجة وعنا بيض، وهنقضي اليوم ان شاء الله مع بعضينا. بنقضي في اللعب والجري واللهو، وجميل الحديقة جميلة جدا يعني، واسعارها مناسبة وان شاء الله تكون كلها خير. لا جميلة، بنقضيها بنخرج، واليوم بيبقى زي العسل وعسول خالص، وجاي الجنينة هنا جميلة خالص وسعرها كويس، وكلنا مبسوطين هنا، وكل سنة وحضرتك بخير. ايه رايك في احتفالات شم النسيم النهارده؟ اللهم صل على النبي، ربنا يصلح حالنا ويصلح حال بلدنا ويكون احلى ايام علينا وعلى كل اخواتنا الاقباط والمسيحيين وعلى مصر كلها وعلى العالم كله. نتمنى كده ان السلام يعم علينا كلنا. طبعا اجواء جميله، واحنا مسلمين ومسيحيين بنحب بعض ونخرج مع بعض في اعيادهم، وهم بيخرجوا معانا في اعيادنا، واجواء جميله كلها بجد يعني بامانه. اليوم جميل جدا، وجينا انا وقرايبي، وبصراحه يعني اليوم جامد. تاكلوا ايه؟ هتاكلوا فسيخ ورنجة؟ ايوه فسيخ ورنجة. انا شخصيا بحب الفسيخ جدا، لكن مراتي مش عارف هي بتحب ايه اكتر. اكتر يعني الرنجة من الحاجات المحببة جدا بالنسبة لي اكتر، وتكون ريحتها مقبولة شوية يعني افضل كتير فعلا. عيد شم النسيم من الاعياد اللي بتدينا بهجة والوان جميلة خالص، وحقيقي بنفرح بيها من قلوبنا فعلا. خرجت وخدت العجلة معايا وهنقعد وهناكل كل حاجة، وخرجت مع ماما وبابا وخالته كده. ولسه ما خدتش والله. اكلتيوش؟ لا لسه. فسيخ ورنجة وهنديها. كل سنة وانت طيبة تعيش.